من العين تقريبا المرة الثالثة هالشهر نسوي فيها مباراة في استاد هزاع بن زايد. اوكي يا جماعتي يلا نروح لقمة هالاسبوع بين النصر اقصد بين العين والوصل. يلا نسوي لكم المقدمة. اوكي السلام عليكم، معاكم اليوم عمار او كابتن امارات. اليوم هني في استاد هزاع او في العين هني حق مباراة الوصل، العين ضد الوصل هني في الجولة الرابعة او الجولة الثالثة بعد في دورينا. الجولة الرابعة العين هاي مباراة الثالثة لان العين عنده مؤجلة. اما الوصل لعب 3 مباريات، فاز في 2 تعادل في 1. العين لعب مباراتين، فاز في 1 تعادل في 1، هاي مباراة الثالثة. بالتوفيق للفريقين. انا اليوم جالس يا جمهور الوصل، بالتوفيق للفريقين. ان شاء الله نشوف مباراة ممتعة تقريبا نفس، ممكن اكيد مو بنفس مباراتنا ضد الوحدة، لان مباراتنا ضد الوحدة صدق تعبت على المونتاج. اذا ما شفتوها روحوا تشوفوها. خلونا نروح الحين، نحن رايحين للملعب بالتوفيق للفريقين. Let's go. اوكي نحن هني في استاد هزاع بن زايد، الحين قاعدين نصعد للطابق الثاني. مكاننا يلا خلونا نشوف بعض الجماهير ونسألهم عن توقعاتهم للمباراة. اوكي يا جماعتي نحن هني في استاد هزاع بن زايد، باقي اقل من 10 دقائق على المباراة. يلا
الثاني للعين عن طريق بندر الأحبابي بدقيقة 30 يسجل العين الهدف الثاني. الوضع مو بزين حق الوصل الحين، مو المبزين بس الحين كورنر ممكن يصير أي شيء. هدف أول للوصل 2-1 كايو يقلص الفارق. جماعتي الهدف الثالث للعين 3-2 يسجل كوامي المدافع الهدف الثالث للعين في الوقت بدل الضايع. شكله الشوط الثاني صدق بيكون مولع. هاي الشوط الاول 3-2 السلام عليكم. صراحة الوصل محدود المسجل السوء اللي كان فيه الشوطين، أتوقع الوصل فريق الشوطين أتوقع أن توقعي 4-3 و5-3 الوصل، هذا توقعي الوصل فريق الشوطين. عودنا على جهة يكون مو موجود شوط الأول لكن شوط ثاني في مدرب في لعيب يقدرون يغيرون النتيجة. أتوقع المباراة اللي شفناها قبل هذا اللي بيجي فيها أمور بسيطة، بس من الشوط الأول الوصل ما كان موجود ومحظوظ وعندنا سجل من فرصتين سجل جولين فكويس إن تم في المباراة. يلا بالتوفيق بالتوفيق إن شاء الله. يلا الحين دوري أنا، بس خلوني أجرب كمان لأني ما أقدر أصلا. أوكي الحين رايح أنا في الشوط أول مثير، العين خلصها بالهدف الثالث، ان شاء الله ما يكون نفس مباراة العين مباراة شباب الاهلي والوحدة، لاني صدق بتعب في المونتاج
مع ذلك ممكن باكر اسوي فلوق حيفا. ف وين كان افضل في الشو؟ سجل 3 اهداف، الوصل من فرصتين سجل هدفين. فخلونا نشوف شو بيصير في الشوط الثاني، هل ممكن الوصل يعود في المباراة او ان العين يحسمها مثل ما ابوي يتوقع. ابوي يتوقع ان العين ان الوصل يجلب المباراة. انا ما ادري، انا الصراحة انا نفسي اتوقعها بالتمتيت، اتوقعها بتخلص وما اتوقع ان العين يجلب. اوكي، بداية الشوط الثاني، توفيق للفريقين. Bye-bye.